حدثنا أبو كُريب قال حدثنا أبو أسامة عن بُريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملًا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين